وزيرة التضامن الاجتماعي ترد على أزمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. من جريدة المصدر 24 كتب الأستاذ صبح إبراهيم من حوالي أمس بتاريخ أمس مقال مهم جدا بعنوان التضامن ترد على أزمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك بالقناة، فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. علمنا الآن من مصادر خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي أخبار سعيدة تخص جميع أصحاب المعاشات. ستحدث خلال الساعات القليلة القادمة بشأن موعد صرف معاشات شهر مارس لأصحاب المعاشات. قالت المصادر إن موعد صرف معاشات شهر مارس لأصحاب المعاشات ستكون يوم الأحد. أما بشأن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، قالت المصادر إن أزمة العلاوات الخمسة في طريقها للحل. ونحن نحترم الأحكام القضائية ونحترم أصحاب المعاشات، ونحن طلبنا مهلة من البرلمان لتوفير كافة المبالغ المستحقة للمستحقين من أصحاب المعاشات في العلاوات الخمسة، ويبلغ عددهم 2.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، ونحن في انتظار توفير المبلغ لهم وسيتم صرفها على الفور. من جانبه قال البدر فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في رسالة عاجلة ومهمة لأصحاب المعاشات عن أزمة العلاوات الخمسة: هتصرفوها في أقرب وقت، نطلب منكم الدعاء وأن تساندونا في هذا القضية الشائكة، ونحن نثق في هذا القضية وأجهزة الدولة ووزارة التضامن والمالية والبرلمان، فهي مسألة وقت وستصرفون أموالكم الخاصة بالعلاوات الخمسة في القريب العاجل. لو عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.